يقول: هل إذا صبر العالم على المخالف مدة 5 سنوات وربما أكثر، هل يكون هذا مخالفة لمنهج السلف الصالح في الصدع بالحق والرد على المخالف؟ الصدع بالحق مطلوب إذا أمكن ولم يترتب عليه مضرة أكثر، إذا كان يترتب عليه مضرة أكثر فلا، ما إذا كان لا يترتب عليه مضرة بل يترتب عليه زوال المنكر أو التخفيف من المنكر فهو واجب.